اهلا بيك منورنا. يعني ازاي حضرتك؟ عامل ايه؟ اخبارك ايه؟ كله كويس؟ ايه يا كابتن رضا؟ مش سامع، بتقول حضرتك بتقول ايه؟ لا ما اقولش، اقول لك الكابتن رضا بيرد على كلامك اللي قلته النهارده الخاص بان الكابتن رضا عبد العال حاليا ما بيدربش. هو عمال يطلع يكلم عن الناس كلها ليه اصلا؟ اتكلم انت كمحلل، مالك؟ هو مدرب ونجم انت كروي. مالك؟ انا اتكلم، انت بقى براحتك، ارفع قضيه، تعمل اللي انت عايزه عن نفسك. انا ما ارفعش قضيه. طب ثواني يا عم، انت مين اصلا؟ ثواني يا كابتن رضا، نسمع الكابتن ابراهيم. يا عم انت سبت النادي وقعد. كابتن ابراهيم اتفضل اتفضل، ووجه لي انا الكلام بعد اذنك. كابتن ابراهيم، وبعدين بتقول مدرب الاجانب؟ ما فيش مدرب اجنبي ما لعبتش معاه يا كابتن رضا. انت ما تعرفش مين المدرب الاجنبي اللي لعبت معاه؟ انا بقول لك كوبر، ما عندوش باتشيكو. باتشيكو لعبت معاه. مين باتشيكو؟ مدرب الزمالك السابق. هو ده مدرب؟ اه، ده حقق نتائج ايجابيه جدا قبل فين امتى؟ طب ثواني نسمع ابراهيم صلاح. كابتن ابراهيم اتفضل اجب. انت حد عاجبك اصلا؟ لا طبعا. يا ابني انت عقبال ما توصل للدور يا كابتن ابراهيم قدامك مثلا 100 سنه. هو انت كنت بتدرب ايه يا كابتن رضا؟ وانت مالك؟ ادرب ولا ما ادربش؟ انت مالك؟ انت هتلاقي حد تدربه اصلا. ماشي، مش هدرب حد لان اصلا فكري ما يمشيش مع اللعيبه اللي زيي. انت كنت لسه بتقول اول امبارح باين المدربين كلهم هجاصين وانت اول واحد. طب ما كويس والله يا كابتن. مش مشكله هجاصين، ما هو كله بيهجص على كله. انت معترف؟ ما هو وانت بتهجص في الملعب. يعني وانت بتهجص في الملعب انت بتتدارى يا ابني؟ ما عندكش حد. بص يا كابتن، يا ابني لا والله العظيم يا ابني، بص انا عشان بتكلم صح، انت في ماتش السوبر يا ابني انت السبب من اسباب الخساره، وكل الماتشات اللي انت لعبتها انت سبب من اسباب الخساره. اسمع كابتن ابراهيم صلاح، اتفضل كابتن ابراهيم. هو مش عارف يقول ايه اصلا. طب انا عايز تعليقك انت. عارف انا بقول ايه كويس، من الناحيه الفنيه عارف انا بتكلم ازاي كويس. الكابتن رضا عبد العال الفنيه ليك، لو عايز تعلق عليها من الناحيه الفنيه. بقول لك ايه، هو لو بيتكلم اصلا فنيا هنعرف نرد عليك. انت ما بيعرفش لا فنيا ولا مش فنيا. ده بيقعد يقطع في الناس ويخبط في الناس لانه بيتسلى، وبيجيبوا الناس بيجيبوه عشان يتسلى على الناس كلها. بس هو ده الموضوع، لا عاجبه ده ولا عاجبه ده ولا عاجبه ده. خلصت كلامك؟ لكن ده لا بيتكلم فنيا. خلصت كلامك؟ طارق حامد مسجل لك الفيديو، عمال تتريق عليه. ابراهيم صلاح بيتريق عليك، معروف يوسف بيتريق عليك. هو مين اللي عاجبك اصلا؟ ومين اللي عاجبك عشان نعرف بس؟ يا ابني هو تعليق الكابتن، خليني اقول لك الناحيه الفنيه اللي قالها الكابتن رضا. بيقول ايه بقى عشان نعرف؟ قال دلوقتي ان الكابتن ابراهيم صلاح يعني بيستخبى ورا المدافعين. ورا مين؟ ورا المدافعين، يعني ما بيقومش بدوره كهاف ديفندر. وانا بلعب جول كيبر بخبر المدافعين. لا يا حبيبي، انت اصلا المفروض ديفندر ان انت اللي بتقابل، انت بترجع. ده كلام فني، هو ده الكلام اللي احنا عايزينه، ده كلام فني. هو انت المدير الفني اللي ماسكني عشان تقابل او تعرف؟ انت المدير الفني، احنا بنلعب بثلاثه، واحد بيقف قدام الاثنين الديفندرات ما بيطلعش من الدايره دي. لا ما ينفعش يطلع لا يمين ولا شمال. لا ما في اثنين يا حبيبي، ما انت وطارق حامد، ما واحد يدافع والتاني يقابل. انا ما بلعبش مع طارق خالص اصلا، انا اللي كنت بلعب وبعد كده طارق لعب. ما بلعبش انا وطارق جنب بعض. مظبوط. فحضرتك مش مركز ومش متابع اصلا. طيب انا بشكرك، شكرا جزيلا كابتن ابراهيم صلاح. وتوجه انت بعد كده رساله بس خلاص. لا هو حق الرد، خليه برده معانا، خليه معانا كابتن ابراهيم. طب تسمع اخر جمله وبعديها ليك الرد برده على الكابتن. الكابتن رضا اتفضل. كابتن رضا يا ابراهيم اتفضل يا كابتن. اه انت بتقول لي ان انا فني؟ ما يا ابني انا كنت بتكلم فني، انا بقول ان ابراهيم. لا يا كابتن ما تقولش فني، انت حضرتك عمال تلخبط لا لا مش بلخبط، مش بلخبط. اسمع بس يا استاذ اللي قال لك. عمري ما اعترضت على حاجه، ما يكون حضرتك بتتكلم وتنصحني بحاجه دي حاجه كويسه تبقى ليا انا استفدت بكلام حضرتك. انت نجم كبير، فانا استفدت بكلام حضرتك. اما تقول لي مثلا ابراهيم بيغلط في ايه، بيدافع ازاي، بيهاجم ازاي، بيتحرك غلط كده، حاجه تفيدني. لكن حضرتك انا ما كنتش بلعب امبارح. هفيدك ازاي وانت عندك 33 سنه يا ابراهيم؟ هفيدك ازاي وانت بترجع كام سنه؟ عندك كام سنه يا ابراهيم؟ عندي امبارح الحمد لله كملت 30 سنه. كل سنه وانت طيب وعقبال 100 سنه باذن الله. خليني اقول لك. طيب كابتن ابراهيم، انا مستفيد منك يا كابتن رضا حتى لو عندي 5 سنين. ده دي الروح الحلوه. بص خليني اقول لك بس. انا قبل ما ابراهيم عايز تستفاد مني؟ ايوه. كلمني في التليفون وانا اقول لك والله العظيم هرجعك لمستواك. لكن في مدربين كبار للزمالك كابتن رضا. ايه؟ في مدربين كبار في الزمالك بيدربوا الزمالك يا عم. كله اسمع، بياكل اكل كله اكل. طيب خلينا كابتن ابراهيم. طب ما انت عارف هو كابتن رضا. طب بص يا ابراهيم والله العظيم خد رقمي وكلمني وانا اقول لك على 3 حاجات تعملهم، اقسم بالله هتبقى ديفندر. طب قولهم دلوقتي على الهواء بسرعه لاي هاف ديفندر مش ابراهيم صلاح. اه ايه الـ3 نصايح اللي تقولهم لاي هاف ديفندر عشان يبقى نجم نجوم يعني؟ اول هام يعمل اللي بيعمله حسام عاشور، ان اول ما الكره تتقطع من فرقته لازم هو اول واحد يقابل ويروح يقطع الكره. رقم 2 سريعا. رقم 2 ان الباص بتاعه لازم يحطه في الرجل اللي هو مثلا زي ايمن حفني او مصطفى فتحي او محمد ابراهيم. رقم 3
رقم ثلاثة ان انت ما يعني لازم يبقى لك حته هجوميه. ايه الحته الهجوميه اللي انت بتعملها؟ خلاص النقطه دي الحته الهجوميه. خلاص هو يرد بعد اذنك. لا ما انا هقول لك الحته الهجوميه ان انت يا ابراهيم في الفتره الاخيره بتطلع عايز تجيب جون وساب الحته وجاب اجوال وفوز الزمالك. هو عشان على حساب الحته الدفاعيه. يلا كابتن ابراهيم اتفضل. حضرتك يا ريتك بلعب هاف رايت وعشان بس ممكن حضرتك ما تبقاش تتابع الزمالك كويس. انت بلعب هاف رايت في الفتره دي ما انت وطارق على الدايره ومعروف شمال او اي حاجه يعني لعبت مع طارق حامد اهو. بلعب هاف رايت الاربع ماتشات اللي لعبتهم جبت جونين يا كابتن رضا. ده في السنه دي. ايوه السنه دي كان بيلعب هاف رايت مش هاف ديفندر. ايوه ما انا عارف. ما انا بقول له ان انت لعبت مع ما كانش بيلعب مع ابراهيم مع طارق حامد في النص يعني. طب خلينا كابتن ابراهيم وانا بختم معاك اول اشكرك شكرا جزيلا على وجودك معايا واقول لك طبعا الكابتن رضا عبد العال احد نجوم نادي الزمالك والاهلي وانت احد كباتن نادي الزمالك واحد نجوم المنتخب المصري الدوليين فيعني لكما كل الاحترام واسمين من الاسماء الكبيره في الكره المصريه. تتفق معايا يا كابتن ابراهيم؟ قفل. تتفق معايا يا كابتن رضا؟ على ايه؟ على ان انتوا الاثنين اسمين كبار في الكره المصريه. ربنا يخليك. انا بشكرك شكرا جزيلا كابتن ابراهيم صلاح نورتني نجم نادي الزمالك ونجم منتخبنا الوطني. كان من المهم طبعا ان هو ليه حق الرد بما ان حضرتك اتكلمت طبعا عليه وهو الكلام كله فني وفي الاخر اهو هتكلمه. طب عندك السعاده انت اللي تتصل بيه مش هو اللي يكلمك؟ مفيش.